اللي هو واقف على النفس. يعني كل اللي احنا خدناه بالظبط، خدنا الديفينيشن، خدنا الايتيولوجي، كلاسيفيكيشن، الباثوفيسيولوجي، خدنا الكلينيكال بيكتشر. اعتقد وقفنا عند الكلينيكال بيكتشر، الليفت والرايت سايدد هارت فيلير. نحل مع بعض كده شويه امسكيوهات ونشوف المستوى العام عامل ازاي. اول سؤال وممكن حتى تتجاوبوا معايا يعني عادي مش مشكله. بالسس ارتيرنالز، طبعا ده سؤال في مستوى الطالب الاي كيو شمبانزي، يعني جايز عشان حببكم في البطنه في الاول. بالسس ارتيرنالز طبعا قلنا بتحصل على طول في الليفت سايدد هارت فيلير، برضو ممكن تبقى موجوده برضو في الرايت، لكن قلنا في الرايت بتبقى صعبه شويه لان لازم احسها، لان انا في الليفت بحسها عشان الراديال بالس، بس انا ممكن برضو احسها في الكاروتيد، انما الرايت مش هقدر ان انا احسها في البالمونري. فيبقى ليفت سايدد هارت فيلير بالسس ارتيرنالز. ممكن بعض الدكاتره اللي عندهم فراغ عاطفي رهيب بقى ما يجيبش في الامتحان بالسس ارتيرنالز، انما يجيب حاجه ثانيه مش فاكر انا كنت قلتها ولا لا، اعتقد انا نويت عليها. دكاتره الكارديولوجي يحبوها جدا جدا جدا، بالذات سؤال في العملي مشهور جدا، حاجه اسمها بالسس بارفاس اي تاردس. بالسس بارفاس اي تاردس، الناس اللي خدوا راوند كارديولوجي هيبقوا عارفين المصطلح ده كويس جدا. بالسس بارفاس، بارفاس طبعا الناس اللي بيتكلموا اسباني عارفين يعني ايه، يعني و تاردس. طبعا دي كلمه لاتيني، بس كلمه لاتيني كلنا عارفينها، يعني بالسس بارفاس اي تاردس. بارفاس اللي هو بيبقى ضعيف شويه، تاردس يعني متاخر، فالبالس ممكن يضعف ويتاخر شويه. دي بتحصل مش في اي اورتيك ستينوزس بقى، سيفير اورتيك ستينوزس. فلو قال لك في واحد عنده هارت فيلير وبعدين لقيت في حاجه اسمها بالسس بارفاس اي تاردس، يبقى سبب الهارت فيلير ايه؟ سببه سيفير اورتيك ستينوزس. بالمناسبه السؤال ده بيتسال عملي كتير جدا وبيجي ام اس كيو كتير قوي، بالسس بارفاس اي تاردس. يبقى المهم بالسس ارتيردنس ده بيجي ليفت سايدد هارت فيلير. بيقول لك which of the following factors most likely inhibit renin release. كنا قلنا المره اللي فاتت وانا بشرح الهيمودينامكس الكاردياك ريزيرف، وانا ما بحبش اسميها كاردياك ريزيرف انما سميتها الهيمودينامكس، قلنا ان اللو كاردياك اوتبوت بيخلي الكدني تنفعل وتطلع ماده كده مش عارف عارفينها ولا لا اسمها رينين. المره اللي فاتت قلنا بتطلع منين بالظبط وبتعمل ايه بالظبط، كنا قلنا فيه هنا كده الليفر انجيوتنسينوجين، والانجيوتنسينوجين ده يروح فين بقى؟ انتوا عارفين الرينين بيحول الانجيوتنسينوجين لانجيوتنسين 1، انجيوتنسين 1 يمشي في الدم لحد ما يروح في الرئه، يقوم يقابل فين مين في الرئه؟ انجيوتنسين كونفرتنج انزيم يحوله الى انجيوتنسين 2، وانجيوتنسين 2 كان بيعمل مصايب. ملخص الكلام قلت لك ما يصحش العيان بتاعك تسيب الرينين عنده عاجي، لازم اقلل الرينين على قد ما اقدر. فهنا بيقول لك which of the following factors most likely to inhibit renin release. طبعا السيمباثيتك اكتيفيتي لما تقل، سيمباثيتك بلوكر. جايز انا براجع السؤال ده ليه دلوقتي؟ لان كمان شويه لما ندخل في التريتمنت اوف هارت فيلير هنعرف وهنسال نفسنا سؤال مهم جدا، هل البيتا بلوكر تستخدم في علاج الهارت فيلير ولا لا؟ هنتناقش في السؤال ده كويس جدا وهنحسبها بينفيت كوست. لكن من ضمن المزايا بتاعت البيتا بلوكر ان هو بيعمل ايه يا جماعه؟ بيقلل الرينين، وما يصحش العيان بتاعك تسيب الرينين عنده عاج. فالسؤال ده مهم جدا، اللي بيقلل الرينين هو السيمباثيتك اكتيفيتي. وطبعا كلكم فاكرين فارما، في الفارما كانوا الامريكان دايما بيقولوها، الطلبه الامريكان عندهم في كليه الطب امريكا، الحاجات اللي بتقلل الرينين اللي تختزل في كلمه كارم بي. طبعا الكي والار والام مش موضوعنا دلوقتي، اللي هو الكلونودين والريزربين والمصايل دوبا، انا يهمني البي اللي هي ايه بقى، بيتا بلوكر اللي هي نقص السيمباثيتك اكتيفيتي. السؤال اللي بعد كده اعتقد ده سؤال سهل قوي بقى، بيقول لك 18 سنه، المهم عنده سينكوب وعنده كمان المهم مش عارف ايه وهيفنج، يعني احنا جايز ما خدناش الاورتيك ستينوزس، انما اما ناخد الاورتيك ستينوزس هنعرف اورتيك ستينوزس بيبقى فيه حاجتين مشهورين جدا، انجينا وسينكوب، اكزيرشنال سينكوب، انجينا وسينكوب. المهم ملخص الحاله دي اللي هو هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديومايوباسي، كنت شرحتها المره اللي فاتت، قلت لك الكارديومايوباسي ثلاث انواع وهنبقى نشرحهم بعد كده بالتفصيل، دايليتد وهايبرتروفيك وريستريكتيف كارديومايوباسي. الهايبرتروفيك ليه اسم ثاني اصلا، اسمه ايديوباسيك هايبرتروفيك سب اورتيك ستينوزس، وهنبقى نقوله بالتفصيل في الاورتيك ستينوزس. المهم الحاله دي تعتبر اورتيك ستينوزس، فممكن نتقل عليها شويه لحد ما ناخده. ايه الفيرست مانيفيستيشنز اوف ليفت سايدد هارت فيلير؟ تلاحظ ان انا جايب الاسئله اللي في مستوى الطالب الاطفال، انا عايز احببكم في الكارديولوجي، فبادئ معاكم بدايه. انا ما اعتقدش ان حد دلوقتي قاعد من ورا الشاشات ومش عارف ايه الفيرست مانيفيستيشنز اوف ليفت سايدد هارت فيلير، كان اللي هو اكزيرشنال ديزنيا. لو انا عايز اصعب شويه كان في حاجات ثانيه، بالمناسبه سبب الديزنيا كنا قلناه اللي هو هيرنج بروور ريفلكس، اكساجيريتد هيرنج بروور ريفلكس وتشيرشر كوب ريفلكس، وارجع بقى للمره اللي فاتت.
كنا قلنا كمان ممكن يحصل أورثوبنيا وهي مش سبيسيفيك. يعني ايه أورثوبنيا؟ يعني هو نايم كده مش قادر ياخد نفسه، لازم يرفع المخدات او لازم ايه يا جماعه يقعد. بالمناسبه عكس الأورثوبنيا كنت انا قلت المره اللي فاتت حاجه اسمها بيلاتيبنيا، والبيلاتيبنيا هنشرحها اللي هو العكس بقى، يعني هو نايم كده يعرف ياخد نفسه، عارف لما يوقف ما يعرفش ياخد نفسه كويس، حاجه كده بتحصل في الهيباتو بالمونري سندروم، هنبقى نشرحها في الهيباتولوجي. حاجه اسمها بيلاتيبنيا، بيلاتيبنيا عكس الأورثوبنيا. طبعا بروكسيمال نوكتورنال ديزنيا بتحصل في الاخر وهكذا. which is false regarding edema في congestive heart failure. قلنا مواصفات الإديمة كويس جدا المره اللي فاتت، وقلنا الإديمة وبتبقى gravity dependent، وقلنا ان هي bilateral lower limb edema وان هي بتعلم بيتنج كلام من ده. لكن هل هي بتبقى في الصباح الباكر بتعمل بافي ايليد؟ لا طبعا، بافي ايليد دي ظاهره من ظواهر اكتر الرينال إديمة مش ال congestive heart failure. طبعا باقي الحاجات كلها صح، طبعا قلناها قبل كده، ممكن تيجي sacral edema في الناس اللي ما بتتحركش، اه طبعا لانها gravity dependent، طبعا بتبقى في dependent part، pitting edema، كل ده كان صح. hemoptysis تلاحظوا ان الاسئله برضو سهله قوي، يعني اكيد وانتم قاعدين دلوقتي hemoptysis على طول، طبعا left ventricular failure. وحتى قلت المره اللي فاتت للطلبه الدول سي قوي بقى اللي هم قاعدين قوي في الحياه اللي هم كارهين العلم، قلت لهم left تبقى بتعمل lung congestion حلو، انما الرايت كان بيحصل سيستميك كونجيشن. وطبعا فهمنا ليه وفاكرين الهيمودينامكس كويس جدا جدا جدا. السؤال اللي بعد كده سؤال مهم جدا ونختم بيه وبعدين ندخل على موضوع النهارده بقى، بيقول لك all of the following are examples of diastolic heart failure except. يعني كل الحاجات دي الاسباب دي كلها تعمل diastolic heart failure مع ده. طبعا يعني فاكرين اسباب السيستوليك واسباب الدايستوليك هارت فيلير. سيستوليك هارت فيلير يعني القلب مش قادر يسيستول كويس، دايستوليك هارت فيلير يعني القلب مش ايه مش قادر يا دايستول، مش عارف انا قلبت على احمد هلال ليه كده، اللي هو السيستوليك هارت فيلير اللي هو الاجكشن فراكشن كان ايه قليل، انما الدايستوليك الاجكشن فراكشن كان بيبقى نورمال، وهنراجع الكلام ده كمان شويه. المهم رفلي كده السيستوليك هارت فيلير اهم سبب كان بيعمله هو ايه؟ سيستوليك هارت، اذا ذكر سيستوليك هارت فيلير ذكر الاسكيميك هارت ديزيز، يليه الهايبرتنشن، يليه الكارديوميوباثي خصوصا دايليتد كارديوميوباثي والفالفولار هارت ديزيز وما الى ذلك. دايستوليك هارت فيلير كنا رسمناه كده، قلنا دايستوليك هارت فيلير في كلمه واحده الليفت فينتريكل او العضله القلب بيحصل ليفت فينتريكولار ايه بقى هايبرتروفي، انما السيستول كان بيحصل سيستوليك هارت فيلير شاف الليفت فينتريكل وسع، هنا دايليتد انما هنا تخن. وكلنا فاكرين وانا ساعات بقول مصطلحات عشان انا شايفك وانت قاعد في الامتحان يجي صدى صوت كده وانت بتحل الام سي كيو الجمله اللي انا قلتها، كلما تخنت العضله، كلما تخنت العضله كلما كان السيستولا احسنا بينما كان الدايستولا اوحشا. صح، لما تروح الجيم وعضلاتك تكبر السيستول يبقى حلو قوي، لكن تيجي دايستول كده، عارف لو واحد اللي هو اخره يلعب طاوله ويرمي الظهر وينهج، لو قلت له اعمل دايستول او ريلاكس هيريلاكس احسن منك، لان هو اصلا ايه يا جماعه، انما انت عضلاتك لما بتروح الجيم بتبقى هايبرتروفي، سيستول حلو لكن الدايستول تلاقيه ايه يا جماعه وحش قوي كده، فهنا العضله بتبقى تخينه قوي. خلاص، فهنا بيقول لك بقى اوف ذا، طبعا دايستوليك هارت فيلير اهم سبب يعمله هايبرتنشن لانه بيتخن العضله هايبرتروفي. فهنا بيقول لك اوف ذا فولوينج تعتبر اول اكزامبلز اوف دايستوليك هارت فيلير اكسبت. تعالى كده نشوف، نبدا مثلا من بي هايبرتروفيك كارديوميوباثي. قلنا في نوعين من الكارديوميوباثي يعملوا دايستوليك اكتر اللي هما الهايبرتروفيك والريستريكتيف، انما الدايليتد لا، ده الدايليتد شوف الليفت فينتريكل يوسع قوي ويبقى ثين، انت واخد بالك اللي هو افتكر دايما الفرافير مشكلته مش في الدايستول، على فكره مشكلته في السيستول، فرفور يا ابني تقول له ريلاكس هي ريلاكس في ثانيه، انما تقول له ده سيستول لا مش هيقدر. فريستريكتيف كارديوميوباثي الاثنين دول يعملوا دايستوليك عادي. اسكيميك هارت ديزيز يعني الاسكيميك هارت ديزيز يعمل سيستول اكتر طبعا، انما هذا لا يمنع انه ممكن برضو يعمل ايه دايستول. سيستميك هايبرتنشن يا راجل ده السبب رقم واحد اصلا اللي بيعمل دايستوليك هارت فيلير. في يعني نسترجع كده مع بعض الحاجات دي عشان اطمن عليكم برضو، يعني مثلا تعالى كده نراجع الاسباب المهمه اللي كانت بتعمل هارت فيلير. السيستميك هايبرتنشن يعمل مين اكتر؟ خد بالك هم بيعملوا الاثنين، وانا قلت لك ان غالبا ان لم يكن كل تقريبا الناس اللي عندهم سيستوليك هارت فيلير بتلاقي عندهم برضو شويه دايستوليك ديسفانكشن. فتيجي تشوف السيستميك هايبرتنشن هو بيعمل السيستوليك ويعمل الدايستوليك برضو، بس مين اكتر؟ مين؟ طبعا هو الدايستوليك، عشان كده عامل 3x واكس كمان عشان الحبايب هزودها 4 5x كمان، انت واخد بالك، لان هو السبب رقم واحد اللي بيعمل دايستوليك هارت فيلير. تعال شوف الاسكيميك هارت ديزيز، هو ممكن يعمل الاثنين بس شاف السيستوليك 3x،
انا هنا بقى عايز ازود اكس اي رابعه او خامسه كمان، لان هو السبب الرئيسي، سبب رقم واحد اللي بيعمل سيستوليك هارت فيلير. تعالى هنا هي اكس اي واحده على استحياء كده. طب الفالفولار هارت ديزيز، الفالفولار هارت ديزيز ده سؤال حلو على فكره. الفالفولار هارت ديزيز خد بالك بقى زي ايه؟ الفالفولار هارت ديزيز اللي بتعمل ليفت سايدد هارت فيلير او ليفت فينتريكولار فيلير، سيبك من الاتريوم خالص يبوظ في 60 دقيقه، انما الليفت فينتريكولار فيلير كان في اتنين فالفولار هارت ديزيز يعملوه، اللي هم ايه؟ مين فاكر؟ ميترا ريجيرش واورتيك ريجيرش. فالايورتيك ريجيرش والميترا ريجيرش الاثنين كانوا بيزودوا الفوليوم اوفرلود ولا البريشر اوفرلود؟ الفوليوم، ارجع كده للاسباب، فوليوم اوفرلود. فكان بيحصل ايه؟ الفوليوم اوفرلود في اخر الدايستولي بكتير، فالليفت فينتريكل يوسع، ولما يوسع كان يحصل سيستوليك هارت فيلير. هل الميترا ريجيرج او الاورتيك ريجيرج يعمل دايستوليك هارت فيلير؟ لا، عشان كده انا عامل شرط اهي. فخد بالك برضو ده سؤال يجي في الام اس كيو او مناقشه شفوي او عملي. فالفولار هارت ديزيز بيعمل، يقول اسباب الليفت سايد هارت فيلير، وانت بتقولها يقول لك هو الميترا ريجيرج ده او الايورتيك ريجيرج يعمل سيستوليك ولا دايستوليك؟ طبعا قول له، لما يجي يسالك سؤال زي ده في الشفوي يقول له يا دكتور وانا بتكلم عربي ولا انجليزي، اقول لك اي حاجه بتخن الليفت فينتريكل هتعمل دايستوليك. هنا في الميترا ريجيرج الليفت فينتريكل بيتخن ولا بيوسع؟ يقول لك بيوسع. قول له امال بتسال ليه؟ يقول لك طب الايورتيك ريجيرج نفس الكلام. خلاص واخسر كل حاجه، ما تجاوبوش بقى خلاص، واخسر كل حاجه. بس ايه يا جماعه؟ اكسب نفسك. هنا الكارديوميوباسي طبعا دايليتد، انما هنا هايبرتروفيك وايه وريستريكتيف. بالمناسبه تعالى كده لو عملنا تشيست اكس راي هنتكلم عنها النهارده، كارديوميجالي، مين اللي بيحصل كارديوميجالي للمره المليون؟ كارديوميجالي اكتر في السيستوليك. شايف كام نجمه؟ 3 نجوم. انما طبعا هو ممكن يكبر هنا، بس غالبا هو مش هيكبر، هو هيتخن. فلما نيجي نعمل اكس راي وهنشوف المنظر كمان شويه، هتلاقي الكارديو ثراسيك ريشيو ممكن ما اتغيرتش او ما اختلفتش كتير، عشان كده نعمل اكس راي واحده لانه برضو ممكن ايه يكبر شويه. لانج كونجيشن طبعا في الاثنين يا جماعه، الكلينيكال بيكتشر تقريبا هي هي، ما عدا حاجه واحده هقولها دلوقتي. الايكو طبعا دي اهم حاجه، ايجكشن فراكشن مليون اكس بتقل، طبعا بتقل. انما هنا هل الايجكشن فراكشن بتقل؟ لا طبعا، ما هي لو قلت يا ابني تبقى سيستوليك يعني. طب دايليتد ليفت فينتريكل للمره المليون، دايليتد ليفت فينتريكل في الايكو هتبقى باينه فين؟ في السيستوليك وليس في الدايستوليك. هنا بقى اللي يهم، طب الهايبرتروفي قلنا بيبقى في الدايستوليك. اهم كلمه على فكره واللي بتلخبط، انا من خبرتي مع طلبه كتير برضو في الام سي كيو بشوفها كتير قوي، اكتر حاجه تلخبط الطلبه هي دي، اللي هو الفيزيكال اكزامينشن. تقريبا الكلينيكال بيكتشر هنا زي الكلينيكال بيكتشر هنا تقريبا، ولكن كان في فيزيكال فايندنج بالتحديد الهارت ساوند. كنا قلنا الاس 3 بتبقى مع مين؟ مع السيستوليك. خلاص حتى قلت سيستوليك اس 3، الثانيه اس 4 برضو، لان كنت قلت لكم بطريقه ثانيه اس 4 دايستوليك هارت فيلير. لما قلت لك خد بالك بقى ايه اللي بيزود الاس 3، قلت لك زي ما الامريكان بيقولوا للطلب عندهم اي حاجه تزود البري لود تعمل اس 3، يبقى اس 3 تفكرك بالبري. وانا قلت لك اي حاجه بتزود البري لود تعمل ايه؟ سيستوليك هارت فيلير. ارجع بقى للمره اللي فاتت، اي حاجه الاس 4 تحصل مع الافتر لود، طبعا افتر لود يعني المقاومه بتبقى كبيره قدام الليفت فينتريكل فيدخل. يبقى اذا وقلنا يعني اس 3 واس 4 قلناهم المره اللي فاتت كويس جدا، وقلنا اس 3 ومعها تاكي كارديا يعني جنب، وقلنا يعني ايه اس 4 دي بتبدا في ال دايستول اللي هي الاس 3 انما دي في اخر الدايستول. المهم القصه دي، يبقى اس 3 مع البري مع السيستوليك، انما اس 4 تحصل مع الدايستوليك هارت فيلير. ايه ان بي وبي ان بي هنقولهم النهارده اصلا راجعها، السؤال ده كنا حليناها قبل كده، يعني كفايه كده ونرجع بقى او نتكلم النهارده عن الموضوع الرئيسي بتاعنا النهارده. بصوا بقى يا جماعه، تركيز بقى غير عادي خلاص، وبدل ما نراجع اللي فات خلاص احنا حلينا اسئله، وانا واثق بقى فيكم. يعني كنا من الحاجات المهمه طبعا كاردك ساينز في الليفت سايد هارت فيلير. بالمناسبه الليفت فينتريكل كاردك ساينز في الليفت فينتريكولار فيلير قلنا خمس او ست حاجات، اهمهم ليفت فينتريكولار انلارجمنت. وبالمناسبه قلنا الليفت فينتريكل لما يكبر، انا وانت قاعد دلوقتي مش عايزك تعرف ايه هما، مش عايزك تعرف، انا عايزك بس تعرف هما كام حاجه. انا اهم حاجه عندي مش تبقى عارف المعلومه على قد ما تبقى ماسك خيوط اللعبه كده في ايدك. فلما اقول لك ليفت فينتريكل كبير تبقى عارف انهم ثلاث حاجات ما لهمش رابع. خلاص ثلاث حاجات لا رابع لهما. طب لو قال لك رايت فينتريكل لما يكبر ست حاجات ما لهمش سابع، ايه هما؟ مش مهم، يوما ما اكيد ضميرك هيصحى وهتقول انا معرفهم بقى، بس تبقى عارف طول عمرك انهم كام؟ ثلاثة ما لهمش رابع بالنسبه للليفت. طب والرايت؟ سته ما لهمش سابع، وممكن لهم سابع بس مش مهم،
طب لو الاثنين كبروا بالمناسبه سته برضه، اوعى تقول لي تسعه، يبقى احنا بنهزر. وبعدين اثنين بالبلس واثنين بالايه؟ بالسماعه. قلناهم بقى المره اللي فاتت، ويلا بينا على لا قبل الانفستيجيشنز، ما قلناش الكلينيكال كلاسيفيكيشن المره اللي فاتت. والكلاسيفيكيشن بقى تعرف ايه اللي هو؟ بص العلماء معودنا، العلماء بيلاقي نفسه زهقان، لان العلماء بيزهقوا برضه طول النهار قاعدين علماء بقى. فاقول لك ايه الزهق ده؟ اما اقوم اعمل لي ايه؟ كلاسيفيكيشن. وفعلا يعني الهارت فيلير في مليون تقسيمه، يعني في كلاسيفيكيشن كتير قوي، انما في ثلاثه مهمين قوي والثلاثه لازم تبقى عارفهم. خلاص؟ لا مش ثلاثه تبقى عارفهم. لو انت طالب محدود قوي، يعني انا بحب دايما الطلبه الدولسي اللي هو قاعد قوي في الحياه، اللي جايز عنده اهتمامات كتير قوي في الدنيا، اهم وارق واشيك واروع والطف من الطب، كفايه قوي عليه ذاكر نيويورك هارت اسوشيشن ويبوس ايده وشه وظهر، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. خلاص تدخل الامتحان تعرف يا ابني الكلاسيفيكيشن عارف ايه؟ قول له يا دكتور هو نيويورك هارت اسوشيشن. سمعت طفر من جهام؟ لا والله ولا عمري. ده فريق كوره ده في الدوري الانجليزي؟ يعني اللي هو ايه؟ قول له لا يا دكتور حقيقي ما اعرفه، ممكن حضرتك تقولها لي بسرعه وخلاص. يبقى لو انت دولسي انا كفايه قوي تعرف نيويورك هارت اسوشيشن، دي لازم تعرفها. لو انت يعني نص نص اعرف لي كمان دي اللي هي الاي سي سي اي اتش اي اللي هو الامريكان كوليدج اوف كارديولوجي، جم الجماعه الامريكان مع الامريكان هارت اسوشيشن وقال لك ايه بقى هما الاثنين؟ قال لك احنا عايزين حاجه تلخبط الطلبه، فعندنا تقسيمه سنيور هارت اسوشيشن سهله جدا في رؤيه العلماء، طب كده الطلبه كلهم هيجيبوا امتياز في البطنه. فجم الجماعه الامريكان كوليدج اوف كارديولوجي وجم الامريكان هارت اسوشيشن قال لك بقول لك ايه بقى، احنا هنجيب لهم تقسيمه تلخبطهم وتلخبطهم مع نيويورك هارت اسوشيشن، وقعدوا يضحكوا لي عم الفرح والسرور ارجاء قهوه العلماء ساعتها، لانها فعلا صعبه وبتيجي في الام سي كيو عليها اسئله صعبه جدا جدا. لو انت هنتريش طب محلق في اجواء القاعه بقى اعرف لي كمان الفيرمنجهام. فيرمنجهام هنتكلم عنها كمان شويه، لكن تعالوا نبدا بالنيويورك هارت اسوشيشن. بيني وبينكم انا هي دي الاهم بالنسبه لي، لان حتى في التريتمنت انا هبقى باصص عليها. فنيويورك هارت اسوشيشن قال لك في عندنا اربعه ايه؟ اربعه كلاس. اول مرحله اللي هو نو ليميتيشن اوف فيزيكال اكتيفيتي، اللي هي ايه يا جماعه؟ اللي هي الاوردينري ايفورت، اللي هي المجهود العادي بتاعك اليومي، لا مفيش معاناه. يعني مفيش بريسلس، مفيش ديسنيا، مفيش تشيست بين، مفيش اي حاجه، لان المجهود اليومي اللي انا متعود اعمله ما تاثرش. تقول لي امال انت بتشتكي من ايه بالظبط؟ اقول لك في السوبرا اوردينري ايفورت. يعني ايه السوبرا اوردينري ايفورت؟ يعني مثلا طالبه في طب مثلا جات وهي بتذاكر البطنه، هي متعوده كل يوم في المتوسط مثلا، تقول لي يا دكتور انا المجهود العادي بتاعي بذاكر مثلا حوالي كام؟ نقول في المتوسط الطالب المتوسط بيذاكر له كام؟ نقول 100 صفحه في اليوم. فبتقول انا بذاكر 100 صفحه كويس جدا جدا جدا. النهارده يا دكتور قلت لا انا حاسه ان انا لا 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 ضميري بدا يوجعني، ايه 100 صفحه دي بس؟ فمذاكره 120 تعبت. جت في اخر اليوم حست بتشيست بين وتعبانه وبدات كده، اقول لها روحي انت ايه كلاس ولا. طب لو انت من 100 صفحه بقى اللي هم الطبيعيين اللي هو الاوردينري ايفورت، شوف سيمبتومز ويز اوردينري اكتيفيتيز، اللي هو الاوردينري ايفورت بتاعك اللي هو المجهود اليومي بتاعك، لا يبقى انت كلاس 2. انت واخد بالك؟ واحده ست بيت قالت لك يا دكتور مثلا انا بعمل الاكل لجوزي وعيالي، بعمله كل يوم كويس جدا جدا، ما فيش اي مشكله، وبرتب الشقه وبنظم الشقه والكلام ده كله، بس كنا في مره عاملين عزومه جامده قوي، فجيت اعمل جيت على اخر اليوم مش قادره، واقفه في المطبخ مش قادر اخد نفسي، تبقى دي كلاس كام؟ واحد، لان ده سوبرا اوردينري ايفورت. انما لو جت قالت لك انا المجهود العادي بتاع كل يوم اللي هو افطر واغدي واعمل البتاع لاولادي اللي بتاع ومش قادر اعمله، لا انت كده كلاس 2. ثلاثة بقى اللي هو ماركت ليميتيشن. يعني ايه ماركت ليميتيشن؟ اللي هو اكتيفيتي بس ليس ذان اوردينري اكتيفيتي. خد بالك الحاجات الهايفه دي بتيجي في الام اس كيو، خد بالك في بعض الطلبه بيغلطوا فيها مش عارف ازاي. اللي هو less than ordinary activity، اللي هو واحدة جت قالت لي أنا من 80 صفحة بتعب، لا أنت كلاس 3. الرابعة بقى اللي هو تشوف الكتاب تتعب، يعني أول ما تشوف الكتاب كده تنهج، لا أنت كلاس 4. أنتوا واخدين بالكم؟ اللي هو severe limitation اللي هو symptoms of heart failure at rest، اللي هو تشوف الكتاب تنهج، تشوف السلم تنهج. خلاص؟ فاللي هو عندي فيه كام؟ فيه أربعة. خد بالك لازم أعرفهم New York Heart Association عشان الـ MCQ، وعشان في التريتمنت كمان انا هتكلم بناء على انت كلاس واحد ولا اتنين ولا ثلاثة ولا اربعة. لكن الموضة اليومين دول بدأوا يهتموا قوي بالكلاسيفيكيشن، والكلاسيفيكيشن دي انا شايف ان هي مهمة، وهقول لك مهمة ليه كمان شوية. اسمها ايه بقى؟ اللي هو ACC اللي هو American College of Cardiology American Heart Association. جم الاتنين قال لك بصوا احنا هنقسم الهارت فيلير كام مرحلة؟ اربعة. ماشي يا عم، بس خد بالك وركز معايا، المرحلة الاولى ايه هي؟
قال لك المرحله الاولى، خد بالك عشان الام اس كيو بقى، المرحله الاولى قال لك انا عندي هاي ريسك اوف هارت فيلير بس وزود ستراكشرال هارت ايه، هارت ابنورماليتي. يعني يعني واحد عنده هاي ريسك زي مثلا عنده دايابيتس مثلا، عنده هايبرتنشن، عندك كورونري ارتري ديزيز، واحد اسكيميك هارت ديزيز مثلا، انت واخد بالك؟ مجرد ان انت عندك هايبرتنشن، عندك دايابيتس، عندك كورونري اسكيميك هارت ديزيز، طب هل انت عندك سيمتومز اوف هارت فيلير؟ انا ما عنديش، وانا مالي يا ليم، انا ما عنديش سيمتومز اوف هارت فيلير. ايوه يا ابني انت ما عندكش سيمتومز بس انت ستيج واحد. طب انا مالي يا عالم، العلماء بتوع يا جماعه يا امريكان وجماعه، انا مالي؟ قال لك ما هو اصل انت هاي ريسك، فانا مش عايز استنى لما لما تدخل في هارت فيلير. قلنا له ماشي، يبقى لما اجي اقول لك انت مجرد دايابيتس او هايبرتنشن او كورونري ارتري ديزيز وذاوت سيمتومز، يبقى انت ايه، ستيج واحد. طب ستيج اتنين بقى، شوف بقى ستيج اتنين، خد بالك لسه برضو مش ما فيش سيمتومز، يعني خد بالك ستيج اتنين نو سيمتومز، نو سيمتومز. امال ايه بقى؟ قال لك بس بدات تظهر ستراكشرال هارت ديزيز. يعني ايه ستراكشرال هارت ديزيز؟ يعني بدات اشوف الاقي في ليفت فنتريكولار هايبرتروفي، بدات الاقي التشامبر كبرت، بدات الاقي لو انت سيستوليك هارت فيلير الايجكشن فراكشن ايه قل. رحت النهارده بتعمل ايكو لقيت الايجكشن فراكشن اقل من 40%، بس انا ما بشتكيش. انت واخد بالك؟ انت عندك سيمتومز؟ هل انت عندك؟ لا، يبقى انت ستيج 2. على فكره شايف التقسيمه دي من اهم التقسيمات، لان فعلا ملايين من الناس هتلاقيهم كده. خلاص اللي بيحصل بقى ان انا مش هستنى ستيج 3 هنا بقى سيمتومز. حتى افتكرها دايما سيمتومز اللي بدا يبقى في كلينيكال مانيفيستيشنز، فسيمتومز 3. انت واخد بالك؟ اس او اس يعني في اللي هي تي اتش او اس، فيبقى 3 يبقى سيمتومز. خلاص ستيج 4 بقى تقول لي طب ما هو 3 بيشتكي. طبعا ممكن واحد يسال سؤال، طبعا بيشتكي وعنده ايه، استراكشرال هارت ديزيز، يعني هو عنده استراكشرال هارت ديزيز موجوده وبدا بقى يشتكي. اقول له روح يا ممدوح انت ستيج ايه، 3. ستيج 4 اللي هو بيشنت ويز ريفراكتوري هارت فيلير. يعني ايه ريفراكتوري هارت فيلير؟ انه الهارت فيلير الذي لا يستجيب للعلاج، ما بيستجيبش بقى للعلاج. خلاص وده غالبا بيحتاج ايه بقى، بيحتاج حاجه اسمها هنقولها ميكانيكال اسيست ديفايس، هنقولهم في تريتمنت. يعني ده بكتب له كذا دواء ما بيجيبش نتيجه، ريفراكتوري هارت فيلير، ريفراكتوري لا يستجيب للعلاج. في المرحله دي انت ستيج 4 وغالبا هتحتاج حاجات ايه يا جماعه، اسيست، ميكانيكال اسيست ديفايس، زي مثلا حاجه اسمها سي ار تي اللي هو كاردياك ريسنكرونايزيشن ثيرابي، هنتكلم عنها كمان شويه، او حاجه مثلا اسمها اي سي دي، اي سي دي هنتكلم برضو عنها، اي سي دي مش ال سي دي هنتكلم عنها برضو، زي بقى اللي هو الحاجات ترانسبلانت، البيس ميكر، الحاجات دي كلها. يبقى اذا لو انا جبت لك سؤال في الام اس كيو يقول لك ايه، لو جه سؤال قال لك مثلا واحد ريفراكتوري هارت فيلير، يبقى اكوردنج للكلاسيفيكيشن دي يبقى هو ستيج كام؟ ستيج 4. طب هو بدا يشتكي ستيج 3، طب هو ستيج 2 لو هو ستراكشرال، طب انا مجرد ريسك فاكتور انا ستيج ستيج 1. خد بالك التقسيمه دي مهمه جدا، لان انا مش هستنى لما تدخل في ستيج 3. لكن طبعا الكلام ده ما سيبك منه لانه ما بيطبقش عندنا في مصر. عندنا العيان بيجي مش هقول لك كمان ستيج 3، معظم العيانين هيقول لك ستيج 4 وقاعد كده في الحياه. في بقى فيرمنجهام، هقولها بسرعه فيرمنجهام وارجع بعد ما اخلص الانفستيجيشنز نهتم بيها شويه. فيرمنجهام اللي هي ايه؟ بصوا بقى يا جماعه، جم الجماعه الفيرمنجهيين وقال لك بص يا سيدي، عندنا في ميجر كرايتيريا وفي ماينور كرايتيريا، ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني انت لو مش عايز تعرفها اقول لك على حاجه، كفايه تعرف الميجر، وبينه وبينكم كفايه الميجر، الماينور مش مهم قوي. خلاص انما الميجر مهمه لان فيها حاجات مهمه، وانا اتليست انا عايز اتنين ميجر او واحده بس ميجر بس معاها اتنين ماينور، تحس زي الروماتيك. المهم نبدا بالميجر كرايتيريا، والميجر كرايتيريا سهله وبرده ما لا يدرك كله لا يترك كله. انا عايزك تعرف فيها شويه حاجات ليه، لان لما تكون عارف الميجر كرايتيريا، لو انت دخلت لابو لهب في الشفوي وقال لك انا عايزك تقول لي مثلا الساينز اوف كونجستيف هارت فيلير، ساينز اوف كونجستيف هارت فيلير هتقول الساينز بتاعت الليفت والساينز بتاعت الايه الرايت. يعني هتمسك اللو كاردك اوتبوت الساينز بتاعتها اللي هي دراع وشفايف، اللانج كونجيشن الساينز، السيستميك كونجيشن اللي هما ثلاثه رقبه ورجل وريفر، فاكرين بقى. وبعد كده الكاردياك ساينز هنقولها. طب انا لو انا عايز اجيب من اخر، طب انا نقي دول، دول اهم حاجات اصلا، اهم ساينز موجوده في كونجستيف هارت فيلير، ده دول الميجر كرايتيريا.
طبعا لو انا اتكلمت عن، او طبعا دي سيمتوم ما تعتبرش ساين، لاول واحده اللي هي باروكسيزمال نكتورنال ديسيا، طبعا دي مهمه جدا في الليفت سايدد هارت فيلير. انا بتكلم عن كونجستيف هارت فيلير، انت عندك شمال ويمين. طيب اهم كلمه كنا قلناها ليفت باروكسيزمال نكتورنال ديسيا. طب وايه كمان؟ نيك فين ديستنشن. بس انا كنت قلت لك في النيك فين ديستنشن، شايف الكلمه دي اللي انا عامل عليها سهم دي، نيك فين ديستنشن، واللي اهم منها ان انا بشوف ايه، فاكرين حاجه اسمها هيباتو جاجولار ريفلكس، يعني انا بلاقي اللي هي انكريز سنترال فينس بريشر اكتر من 16، عارفين الطبيعي بيبقى 8 9 10 اكتر من 16، او اللي احسن منها هيباتو جاجولار ريفلكس. لو انت عايز تختار حاجه واحده بس اختار هيباتو جاجولار ريفلكس، وكلنا عارفين بقى يعني ايه هيباتو جاجولار ريفلكس، وتدوس على الليفر وتشوف الايه الجاجولار فين، هتلاقي زياده 3 او 4 سنتي، الكلام ده كنا قلناه قبل كده. خلاص يبقى نيك فين ديستنشن اشطب عليها ما تهمنيش، انا يهمني بس هيباتو جاجولار ايه ريفلكس. يبقى باروكسيزمال نكتورنال ديسنيا هيباتو جاجولار ريفلكس. طبعا لو انا لقيت كمان ايه، لو في ريلز اللي هي كريبيتيشن بايلاترال بيزل كريبيتيشن، ودي موجوده في اللانج كونجيشن. لو انا في كارديوميجالي، عملت اكس راي لقيت في كارديوميجالي، دي تعتبر برضو من الميجر كرايتيريا. لو في اكيوت بالموناري اديما اللي هي الدرجه الاشد والاقصى اللي هو وصلت الى حد الاجرام، اكيوت بالموناري اديما او بسمع اس 3 جلب. بص انا كل الكلام ده انا مش عايز اعرفه يعني، خلاص هي سهله، انما الاهم كلمه السطر الاخير ده في فيرمنجهام هي دي، لان دي اللي هتجيلك في الام اس كيو، دي اللي ممكن في الشفوي يسالك فيها، ودي كمان عايزك تبقى فاهمها كويس قوي. يقول لك انت عارف دايما عيان الهارت فيلير، هنقول كمان شويه في العلاج، ان من ضمن الحاجات الجنرال ان احنا بنخليه يوزن نفسه، يعني لازم توزن نفسك، ولو تجيب ميزان كده وكل يوم وزن نفسك شوف وزنك انظام. لو انا لقيت الويتلوس، ركز معايا، وزنه ويتلوس اكتر من 4.5 كيلو جرام في 5 ايام، يعني في 5 ايام بس 5 دايز، لقيت انت وزنك بيقل اكتر من 4.5، يعني حركات علماء دي، يعني انا لو كنت بالفه كنت قلت لك اكتر من 5، لكن هو خلينا اكثر ايه يا جماعه دقه، اكتر من 4.5 في 5 ايام، يبقى انت ان ريسبونس تو تريتمنت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي انت عندك هارت فيلير، عندك في ايديما جامده قوي، هقوم انا كاتب لك ايه، لازكس دايوريتك. المفروض الدايوريتك لو انا لقيت وزنك قل اكتر من 4.5 كيلو جرام في 5 ايام، لا دي ترفع الشك جدا جدا، دي تعتبر ميجور كرايتيريا معايا. مفيش دواء في الدنيا يا جماعه ممكن يقلل وزن واحد 4.5 كيلو جرام في 5 ايام، يا ريت كان في كده، انما مفيش كده. يعني لو افترضنا مثلا ان انت واحد، نقول الوزن الطبيعي كام، الوزن الطبيعي مثلا نقول الطبيعي الانسان النورمال بيبقى مثلا 100، طبيعي بيبقى 100 مثلا 100 كيلو، خلاص 70 والكلام ده في سويسرا يا حبيبي، احنا عندنا هنا في مصر، انا شايف، انا شخصيا شايف وجهه نظري التي لا قيمه لها على الاطلاق، ان الانسان النموذجي الطبيعي بيبقى 100 كيلو. طبعا انت النهارده قمت واخد لازكس، لقيت وزنك بعد 5 ايام بقى 92 كيلو، ايه ده 93 كيلو؟ لا لا لا، ده انت كده ميجر كرايتيريا للكونجستيف هارت فيلير، معنى كده يا حبيبي ان انت عندك اديما جامده جدا، و فبنحطها من الميجر كرايتيريا. المهم لو انت مسترخمها، انا اهم حاجه عندي نيويورك هارت اسوسيشن والتقسيمه الثانيه بتاعت الجامعه الامريكان، الكوليدج والهارت اسوسيشن، تبقى عارف الاربعه ستيجز دول. ندخل بقى على حاجه مهمه جدا، قبل الانفستيجيشنز نقول الكومبليكيشنز نخلص منها بسرعه، وان كان الكومبليكيشنز لو انتوا يعني لو ناس طبيعيين المفروض اجي اقول كومبليكيشنز اوف هارت فيلير، كلكم تقولوا لي لا ما تقولهاش لانها تتالف، يعني انت لو عندك خليتين مخ بس في دماغ هتجيبهم كلهم. ايه الكومبليكيشنز اوف هارت فيلير؟ انا من رايي اشطب عليها لانها الفها، ومن واقع كلامنا المره اللي فاتت واللي قبليها تقدر تالف كويس جدا جدا جدا. لو طالب ممكن الاي كيو بتاعه بعافيه شويه او ما بيعرفش يالف قوي، اقول له لا ذاكرهم بقى. بص اولا مبدئيا اي فيلير بتجيب اي فيلير، يعني ده مبدئيا، وما تقوليش ليه، لان انت تقدر تقول لي، يعني انا مثلا هارت فيلير على طول رينال فيلير، طبعا ما ينفعش تيجي تقول لي هو ليه بيحصل رينال فيلير، لان هقول لك يا راجل بس كده، هو انت مش فاكر هي ايه دي كليه، خلاص اول ما تشوف كليه انت فاكر كل حاجه، ولو كاردك اوتبوت والكليه اصلا عايزه 25%، ده حتى قلت لك ان في حالات سيفير لو كاردك اوتبوت ممكن تعمل اكيوت رينال فيلير زي المايوكاردال انفاركشن مثلا لو كان سيفير ولا بتاع. فرينال فيلير، ليفر سيل فيلير يا راجل بس، يعني ليه بيحصل ليفر سيل فيلير؟ كلكم عارفين طبعا ليه ليفر سيل فيلير، اولا ممكن نتيجه، على فكره
لما يجي في الشفا ويقول لك ليه بيحصل ليفر سيل فيلير، هو عارف ان انت هتجاوب، لكن طريقه الاجابه تخليه يعرف انت هتبقى دكتور كويس او انت طالب جامد قوي هنتريش طب محلق في اجواء القاعه، ولا طالب دولسي محدود قاعد في الحياه. لان انا واثق ان هو لما يجي يقول هو ليه يا ابني بيحصل ليفر سيروزس او ليفر سيل فيلير، كل الطلبه انا عارف دماغكم، انا عارف انتوا دلوقتي بتقولوا ايه، كلكم بتقولوا ايه كاردياك سيروزس. يعني ايه كاردياك سيروزس؟ اللي هو القلب اهو رايت سايدد هارت فيلير، ورايت سايدد هارت فيلير هتلاقي فيه سيستميك كونجيشن، ده الانفيريور فينا كيفا، ده الهيباتيك فينا اهو، فالليفر الدم اللي فيه مش عارف يرجع بقى سيستميك كونجيشن، فيفضل الليفر ايه يا جماعه يكبر كالبالونه، الكلام اللي انا قلته المره اللي فاتت يكبر. وخد بالك كان في مصيبه ان الدم هنا دم وريدي مش دم شرياني، يا ريته كان دم شرياني ما كانش هيبقى فيه مشكله، المهم ان هو دم وريدي يعني دم ازرق المفروض يرجع القلب عشان القلب ايه ياخده يودي الرئه ينضف شويه وياخد شويه اكسجين. فالمهم دم وريدي فيبدا على اللونج ران يعمل ليفر سيروزس، فتبدا تشتكي من مانيفيستيشنز اوف ليفر سيلفير الى جوندس بقى وما الى ذلك. الكلام ده يا حبيبي صح قوي، بس برضه غلط قوي، لان الكلام ده عشان يحصل انا محتاج ملايين السنين، او بلاش عشان ما بالغش قوي الاف السنين. يعني انا محتاج الاول يجي لك رايت سايدد هارت فيلير، وبعد كده يبدا يحصل سيستميك كونجيشن، وبعد كده الليفر يبقى كونجستد ويبقى انلارجد وتندر الليفر، وبعد كده سنه ورا الثانيه ورا الثالثه يبقى ليفر سيروزس، وبالمناسبه هيبقى في الاول كومبنسيتد وبعدين دي كومبنسيتد وبعدين تبدا ايه ده. في يا ابني سبب اهم من ده بكتير قوي، هيب سي. اللي عنده امراض القلب خاصه يعني ويار ان ايجيبت، يعني انت بتروح بقى وتحاليله ومستشفياته ونقل دم، فانت لازم هيجي لك هيب سي في الاخر، انت واخد بالك. فهو دلوقتي فليفر سيل فيلير، بص اي فيلير بيجيب اي فيلير، وفي اكيد طلبه بيتفرجوا علينا دلوقتي وبيضحكوا زي ما نشطر مع الكلام ده لانه يتالف. يعني ما اعتقدش ان انت مش هتعرف مثلا تقول رقم ثلاثة، يعني يا راجل يعني رقم ثلاثة هو لو عينه الهارت فيلير ما دخلش في دي في تي وبالمونري امبوليزم، طب مين اللي هيدخل؟ مين اللي هيدخل يا بتوع المدارس يا متعلمين؟ الكورنيال ألسر مثلا، طبعا ده هيدخل في دي في تي وبالمونري امبوليزم، قاعد ما بيتحركش وستجنيشن اوف بلاد. وكمان خد بالك بقى احنا في مصر برضو في العيان المصري او الست المصريه انتوا عارفينها بقى، تدخل تلاقي قاعده على السرير يا اولاد وعندها هارت فيلير ومش قادره اتحرك وقد كده، فطبعا دي في تي وبالمونري امبوليزم، وبيعيش الدور بقى ايه عندها هارت فيلير انا اقعد قاعد على السرير بقى، فطبعا دي في تي وبالمونري امبوليزم هنحلها دلوقتي الحكايه دي. فالفولار هارت ديزيز طبعا انا هعمل كده، بس على فكره ايه اللي انا عامله بايدي ده؟ ليفت فنتركل كبر، يوم اللي يحصل شاف الضرفتين اللي فوق دول ميترال فالف صح، يوم الضرفتين يبعدوا عن بعض، وهو الريجيرجي ايه غير ان الضرفتين يبعدوا عن بعض، عشان كده فالفولار هارت ديزيز زي الميترال ريجيرجي مثلا. خلاص يعني شوف الفالفولار يجيب هارت فيلير، والهارت فيلير ممكن يجيب فانكشنال ريجيرجي، يعني جمله عاديه بس حبيت انها كاردياك كاشيكسيا. وقلنا الكاشيكسيا تحصل اكتر في مين؟ هي بتحصل في الاثنين بالمناسبه، لكن اكتر طبعا في السيستميك كونجيشن عشان الجي اي تي، وبيحصل طبعا ما بياكلش وديسبيبسيا والكلام ده كله، فكاشيكسيا. وانا قلت لك الكاشيكسيا والله العظيم تشوف العيان تحس ان هو ما تعرفش تقول هو ده كارديولوجي ولا كانسر ولا بيبقى في الاخر. طبعا عيان القلب في الاول قلنا بيدخن، عيان بيدخن في الاول، اي عيان قلب وانتوا اكيد بتشوفوا في حياتكم كتير قوي، عيان القلب بيبقى تخين في الاول، لكن انا بقول كاشيكسيا ده في الاخر خلاص، انما طبعا لازم يدخن في الاول ما بيتحركش. إديمة، الإديمة اللي عنده تخليه برضو تشوفه كده تلاقيه تخن شوية. غير كمان خد بالك ان عيان القلب، ومش عارف هتوافقوني في الكلمه دي ولا لا، بيبقى عيان حاسس دايما ان هو هفتان وهمدان، وانت واخد بالك تعبان كده يجي يقول لك يا دكتور انا مش ممدوح اللي انا عارفه طول العمر، انا مالي يا دكتور قلبت مروان محسن كده، انا بيبقى كوره قدام الجون مفيش خالص، اللي هو ما في ضربه الجزاء شوط الراجل اللي راح في زاويه انا جبتها في الحرب مفيش، فاللي هو انا ليه كده يا دكتور، فقعد همدان. فبيعمل ايه بعد كل ماتش؟ همدان وهفتان كده، فيقعد ياكل يقوم مستواه ايه يزداد سوءا، انت واخد بالك، فبيدخل في ايه بيدخن كده. هو فعلا لو جيت تشوف تلاقي مروان طلع له كرش كده شويه. فالمهم ايه يا جماعه، يقول لك كارديك كاشيكسيا سبيشالي رايت سايد هارت فيلير، بس خد بالك في الاول بيبقى ايه تخين شويه. اكيوت بالمونري ايديما قلناها المره اللي فاتت، طبعا الكلمه دي مهمه جدا، ستروك وسينكوب حاجات المهمه، او سينكوب دي كانت اول كلمه اصلا قلناها في اللو كارديك اوتبوت. وستروك طبعا يعني ابسط حاجه ستجنيشن اوف بلاد، انت واخد بالك ممكن يحصل اسكيميك ستروك، ولما ناخد النيورو هنعرف ان الاستروك نسبه كبيره، اي حد عنده اسكيميك ستروك لازم تعمل ايكو وتطمن على قلبه، لان ممكن القلب هو سبب المصيبه دي. ممكن في الاخر طبعا اريزميا. شوف يا ابني اي ميكانيكال فيلير
يعمل الكتريكال فيلير، واي الكتريكال فيلير يبرسيبيتيت ميكانيكال فيلير. انت واخد بالك؟ لان انت عندك القلب اصلا سواء وسع او تخن، يعني هو وسع او تخن ده هيعمل لخبطه في المرور. ليه؟ ده بيعمل خلي العضله بتبقى ايه يا جماعه، بيزود الاكسايتابيليتي بتاعه العضله، فممكن يحصل ايه اريزميا. خد بالك خصوصا خصوصا في الناس اللي عندهم اكيوت هارت فيلير، دايما يعلمونا يقولوا لنا خد بالك، شاف عيان الاكيوت هارت فيلير اللي هناك ده؟ نقول له ايوه شايفينه عزرائيل. تقول له ماله عزرائيل؟ بيحوم حوالين العيان بالدكتور بالاريزميا. طب واخد بالك؟ فبرضه يعني من الحاجات اللي بنخاف منها جدا، خصوصا بقى ان في ادويه كتير في علاج الهارت فيلير ممكن اصلا تدخلك في اريزميا، بالذات في الاكيوت على فكره، وفي الكرونيك في الديجيتالس، عشان كده بطلنا نستخدمه، ما بنستخدموش كتير يعني الا في انديكيشنز معينه، زي مثلا اقول لك ميليرينون مثلا فوسفودايستريز انهيبيتور، ده كان دواء كويس جدا جدا. طب هما ليه ما بيستخدموش اول غير في الاكيوت واخرك تاخده 24 ساعه او 48 ساعه مش اكتر من كده؟ ميليرينون ده ليه؟ انه برضه ممكن يعمل ايه اريزميا، فلو انا اديته اكتر من 48 ساعه اللي هو الفوسفودايستريز انهيبيتور ده او الميليرينون، هتلاقي خلاص يعني الراجل ممكن يموت فيها بسهوله جدا بسبب الاريزميا. دي كومبليكيشنز اعتقد، مش عارف موافقيني ولا لا، ان اكيد شطبت عليها وانت قاعد دلوقتي تتالف خليتين مخ بس في التلفيفتين بس لو في، الا بقى لو واحد تلفيف لسه ده ممكن يقعد يذاكرهم بقى وايه. وانا قلت لك انا بحب دايما مذاكره الايه الغزلان والفراشات، مش مذاكره الزواحف. تفضل بقى وإن لا، بدل ما تذاكر مذاكره الزواحف ذاكر فراشات وغزلان وحل ام اس كيوهات كتير وجمع واسمع بقى مني. يعني انا ممكن اقعد اعيد وازيد، انما وانت بتذاكر عايزك تذاكر بسرعه. investigations يعني مثلا انا هشرح دلوقتي في الانفستيجيشنز كتير قوي، انما يا حبيبي وانت بتذاكر انت تذاكر هو السطر ده in one word اهو في كلمه واحده، ايه الانفستيجيشنز اوف هارت فيلير؟ السكيم العامه اللي هي بتاعت اي مرض في الكارديولوجي، بس ايه الكلمه المضيئه؟ فخلاص دي مش مهمه، الكلمه المضيئه هتبقى ايكو وبي ان بي. يعني انا عايزك في الاخر انا هشرح فيها كتير قوي، لكن انت تطلع الكونكلولو ايه او الكونكلوجن ايه؟ هو ايكو ايجكشن فراكشن، وهنتكلم كلمتين عنها، والبي ان بي هنتكلم، لا مش كلمتين هنتكلم عنها كتير، لان خد بالك حط نفسك مكان واضع الامتحان. الجيكشن فراكشن خلاص كل الطلبه هيعرفوها، لما لازم اجيب لك سؤال صعب. طب السؤال الصعب انا اتلاعب بيك ازاي، يتلاعب معاك ازاي في الامتحان، خصوصا لو واحد مالجنت شويه؟ لا بي ان بي مش مالجنت، عايز اعرف ان هو الطالب الايه الهنتريش من الطالب المحدود يعني. فانا عايزك في الاخر تعرف كلمتين دول، انما احنا نقول بقى ونقعد نعيد ونزيد، وتعالوا نبدا واحده واحده. طبعا في اي مرض في الكارديولوجي لازم بعد ما نخلص تقول لي ايه هو اهم او الكي انفستيجيشن. هقول لك مثلا هنا الكي انفستيجيشن هو الايكو والبي ان بي في كل مرض كده، انما الباقي برضو تعال نشوف. يعني اي مرض في الكارديولوجي عايزين نصور، انا قدامي ان انا اصور بخمس حاجات. اول حاجه كاردياك ايمجينج، اول حاجه وابسط حاجه اكس راي. طبعا يبقى انسان كذاب اللي يقول لك الاكس راي يشخص هارت فيلير، انما عيان الهارت فيلير ممكن تبان حاجات في الاكس راي. يعني مثلا ايه الحاجات اللي تبان؟ اكيد اول حاجه مثلا تشيمبر انلارجمنت، تشيمبر انلارجمنت هتلاقي، او كارديو ثراسيك ريشيو هتلاقيها ايه زادت. امتى الكارديو ثراسيك ريشيو بالمناسبه ما تزيدش؟ لو كان دايستوليك هارت فيلير، لان الليفت فينتريكل بيتخن مش بيوسع، انت واخد بالك، انما تشيمبر انلارجمنت ما اعتقدش ان يعني. انا اتضايق جدا برضو من، وبالذات في البنات بالذات، لا طالبه قاعده دلوقتي تشيمبر انلارجمنت قامت بالقلم الفسفوري قامت جايه وقامت ايه، انتوا المشكله انتوا مش قدامي دلوقتي فانا مش عارف. هتلاقي برضو قاعده تشيمبر انلارجمنت ايه بقلمها الفسفوري كده، تاخد اولى وين يا الفت وقعدت يا ابني الكلمه دي اشتغل عليها اصلا من بديهيات الحياه تشيمبر انلارجمنت دي خلاص. انما انا اللي يهمني، طب الكلمه اللي بعديها بالمونري كونجيشن برضو في الليفت سايد هارت فيلير، بديهيات جدا حاجه بديهيه جدا، تلاقي فيه برضو اعراض في لانج كونجيشن. خد بالك اللي بيحصل كمان انترستيشال، بالذات انترستيشال كونجيشن، عايز تقول بالمونري كونجيشن وخلاص ماشي، بس عاد تيجي في الام اس كيو حاجه اسمها كيرلي بي لاينز. الكيرلي لاينز دي اللي هي ايه؟ جه خواجه اسمه كان تقريبا مش متذكر اسمه الاولاني، هو كان اسمه بيتر كيرلي. بيتر كيرلي جه سنه 1900 وخشبه او قبل كده او بعد كده مش متذكر برضو، كان ايرلندي ومش متذكر برضو جنسيته بالظبط. المهم اسمه كيرلي، اكتشف ان في الانترستيشال اديما، كان يعني في ميه كده، فقال لك في ايه بيبقى في خطوط كده،
الخطوط دي على فكره في كل A وكل B وكل C. A ده رير قوي، C ده رير جدا 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 مش هتشوفه. انا اليمين الكل B ده اللي بيجي، هو ده الموست كومن. بيبقى ايه بقى؟ تلاقي خطوط في البريفرال لانج، في البريفري اوف لانج عند البلورا كده اهي. شايف ده النورمال اهو، شايف ادي النورمال ادي البلورا اهي، واخد بالك؟ شوف شوف هنا في منتهى النقاء والصفاء. هنا بقى تلاقي فيه مش بحشة في الخطوط دي اهي، تبقى متوازيه كده، خطوط بارير تو اتش اذر، بارير تو اتش اذر كده، خطوط كده. والخطوط دي بتبقى غالبا من 1 ل 2 سنتي. كام؟ 1 ل 2 سنتي. يعني يا جماعه على فكره صعب تيجي في الام اس كيو وفي الشفا، ولو قال لك ايه اصلا مش هيقول لك ايه اللي بيحصل في الاكس راي عشان تقول له مثلا وبالمونري كونجيشن، تلاقيه باصص لك كده وبعدين تشيمبر انلارجمنت. ايوه يا ابني ما انا عارف، انما هو عايز يسمع دايما الحياه علمتني، او بلاش بقى الحياه علمتني، علمتني الحياه، ان الدكتور في الشفا ولما بيسال عن الاكس راي حتى في الام اس كيو هو عايز يسمع الكلمه دي، مع ان بيني وبينكم انا بقول لك مالهاش قيمه يعني. وانت اصلا مش هتشخص بايه، بقول لكم اشتبه بيها بس اعرفها عشان برضو ايه ساعات بتسال. اي سي جي طبعا نون دايجنوستيك، ده قولا واحدا انا مش هشخص هارت فيلر باي سي جي. اوعى تقول لي يجي النهارده مدام بدريه جارتك تقول لك الحقني يا دكتور ده انا عندي الضغط والسكر والنهارده قاعده بنها جامد جدا وبتاع، ده اعمل ايه والحقني ونجدني والحاجات دي كلها. هل اقول لها طب روحي يا مدام بدريه اعمل لنا اي سي جي عشان نطمن ويطلع الاي سي جي كويس، اقول لها روحي يا بدريه انت زي الفل؟ وانا لا طبعا، الاي سي جي نون دايجنوستيك، انما ممكن يطلع برضو الليفت فنتريكولار هايبرتروفي. صوت كده كويس ولا ايه؟ الصوت مرة واحدة راح من عندي. ايوه يا دكتور كويس؟ ايوه يعني اي سي جي سمعتوها؟ طب كويس. اي سي جي ديتكت قلنا هايبرتروفي، بس طبعا مش دايجنوستيك، ممكن مثلا يطلع الكوز. ماشي، عندك مايوكاردال انفاركشن قديم مثلا، او مايوكاردال انفاركشن دلوقتي، عندك اريزميا، واخد بالك، بيرسيبيتيت او ممكن كومبليكيشنز. فهو الاي سي جي ما يعتبرش ايه، مش في حاجه بتحصل في الاي سي جي بس في الاخر خالص، عارف البلسس ارتيرنالز مش مهمه، مش مهمه سيبك منها. بس الاي سي جي انا عايزك تعرف ان هي نون ايه، دايجنوستيك، واشطب عليها. انت تشخص الهارت فيلير بالايكو ثم ايكو، وانا قلت لك مش هتذاكر غير ايكو وبي ان بي. نخلص من الايكو بسرعه. الايكو طبعا هو كي انفستيجيشن. ده الايكو بقى يا سلام، ده انا اول ما اقول لك الايكو ده بيعمل ايه يا ابني، ده انت مش بعيد تجري في الشوارع كده والله تجيب ايكو. هقول ايه بس تحطه على تمشي بيه كده في الحياه. ده هو الايكو ده اولا هو هيطلع الشمبر انلارجمنت، وهيطلع كمان لو في سبب بيطلع، تاخد بالك في فالفولار هارت ديزيز هيبان قدامش، في تشامبر انلارجمنت باين، تخين باين، رفيع، كل حاجه باينه، الحركه بتاعته كمان باينه. لما الليفت فينتريكل اند سيستوليك دايمتر اما يصغر في نهايه السيستولي بقى دي كده باين، طب في الدايستول باين الدايمتر بتاعه، الايجكشن فراكشن، اللي كل حاجه باينه معايا. فالايكو طبعا مهم جدا جدا، انت تشخص الهارت فيلير بالايه، بالايكو. واهم كلمه يعني سيبك بقى من هو ديتكت تشامبر انلارجمنت، ما انا عارف ديتكت ذا كوز، ما انا عارف ديتكت كمان الابنورمال موفمنت، يعني ممكن تلاقي الحركه بتاعه القلب لا مش حركه القلب اللي انا متعود عليها، في بارادوكسكال موفمنت اوف مايوكارديوم، كل ده بيطلعه، يطلع الكاردك اوتبوت الستروك فوليوم. لكن انا المقياس بالنسبه لي هو الايجكشن فراكشن، واتكلمنا عنه بما فيه كفايه بقى. ايه الايجكشن فراكشن؟ انت قدرت تزق قد ايه من الدم اللي وصل لك. طب هو الدم اللي بيوصل لك بيوصل في الدايستول، يبقى في اخر الدايستول ده اند دايستوليك فوليوم. الاستروك فوليوم انت قدرت تزق قد ايه؟ قلنا بتزق مثلا حوالي استروك فوليوم اللي هو قدرت تزق قد ايه في الدقه الواحده اللي هو تقريبا 70 كنا قلناها قبل كده، على اند دايستوليك فوليوم قلنا 110 120 انا هخليها عشان الحبايب 140 عشان تبقى سهله في الحساب. 70 على 140 يا ابني في الطبيعي 50%. امتى اقول لك روح يا ممدوح انت هارت فيلير؟ اقول لك روح يا ممدوح انت هارت فيلير؟ لا لا لا، انت سيستوليك هارت فيلير. لما يبقى الايجكشن فراكشن اقل من 40%، من 40 ل 50 بيبقى بوردر لاين، انما 50 60 حاجه و60 كل ما تبقى رياضي بالمناسبه كل ما الايجكشن فراكشن يبقى اعلى شويه، انما انا اللي يهمني الرقم 40%. اقل من 40% روح انت عندك سيستوليك هارت فيلير. طبعا اي دكتور في الشفوي اول ما هتقول له كده هيقوم رافع نظارته ونفخ دخان سيجاره في وشك ويقول لك
هارت فيلير وذ نورمال ايجكشن فراكشن، واخد سيجاره منه كده اقول له ده ستوليك هارت فيلير، واقول له حتى ده ستوليك هارت فيلير بيبقى بريسيرفد ايجكشن فراكشن اللي هو اتش اف اللي هو هارت فيلير، ومعاه الايجكشن فراكشن بيبقى ايه يا جماعه؟ نورمال، يعني اكتر من 50%. ده ستوليك هارت فيلير. في حاجه كمان، يبقى اذا بص انا مش عايزك تعرف غير ايجكشن فراكشن، وتعرف ان هو اقل من 40% في ستوليك نورمال فين؟ في الدايستوليك، وتبقى عارف ان الايجكشن فراكشن ستروك فوليوم على الاند دايستوليك فوليوم اللي هو تقريبا 50%. خلاص. لكن الجماعه اللي هو شايف بقى، شايف الديناصور اللي الرسم ده، الديناصور المرسوم ده، ده اللي هو ديناصور الطب المنقرض بقى، او ممكن نشيله ونحط تنين طب منقرض بيطلع نار من بقه، او اللي هو هنتريش، يعني نرسم مكانه هنتريش بقى. ماشي، اللي هو هنتريش بقى الطب المحلق في اجواءك. بص يا ابني، لو انت طالب عادي تعرف يا ابني الشورتنج فراكشن؟ قول له لا والله يا دكتور ما اعرفوش. تعرف اللي هو ايه؟ بانكسار كده في الشفا، مش منكسر كده. قول له لا يا دكتور لا، انا اعرف الايجكشن فراكشن، اقولها لك انا الشورتنج او والله اول مره اسمعه من حضرتك، ممكن حضرتك تشرحه لي بسرعه؟ اللي هو اديله برده ايه. انما لو انت هنتريش طب محلق في اجواء القاعه بقى، لا، شورتنج فراكشن تبقى عارفها. ايه الشورتنج فراكشن دي؟ هقولها وهقول قيمتها بس في التريتمنت كمان شويه. هو انا اللي يهمني ايجكشن فراكشن، انا خايف تبقى طالب دورس تذاكر الاثنين تدخل تقوم كاتب دي ومش كاتب الايجكشن فراكشن. هو اللي هيجي لك غالبا هو الايجكشن فراكشن. بس شورتنج فراكشن تعرفها عشان انت نفسك، مدام بدريه او مدام ميرفت جارتكم اللي ساكنه تحتيكم هتيجي النهارده تخبط عليك تقول لك يا ابني انا سمعت ان انت خدت الهارت فيلير بقى، ما تاخد الايكو ده تبص عليه. تقوم انت تبص على الايكو، طبعا هو انت ايوه ده، لا ده انا برنس جامد في الايكو ايجكشن فراكشن، بصي هات الايكو. هتقوم تلاقي ايه بقى مكتوب بقى؟ ال في اي دي دي. فانت طبعا قاعد كده ليفيتد، ليفيتد ايه يا بدري؟ وريني واللي بعديها ال في اي اس دي، واللي بعديها ال، ولا انت وقاعد في الحياه. بص يا ابني شورتنج فراكشن عشان تفهمها، قلبك اهو باين الصنب كده عشان ده القلب اهو. خلاص، مين شاطر يقول في السيستول الدايمتر بيقل ولا يزيد؟ اهو السيستول اهو، شايف القلب اهو، سيستول ودايستول، سيستول ودايستول. ففي السيستول طبعا الدايمتر، شايف الدايمتر بقد ايه؟ اهو صغير جدا جدا، واخد بالك؟ طب في الدايستول اهو كبر جدا. هو ده اللي اسمه معامل التقصير. القلب الطبيعي شوف بيعمل ايه، شوف قاعد بيعمل ايه. طب انت لو عندك هارت فيلير هتلاقيه بيعمل كده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا حاج ممدوح اللي انت شورتنج فراكشن؟ معامل التقصير بتاعك ماله قليل قوي كده؟ هو الانسان الطبيعي المفروض، طب انا بحسبها ازاي الاول شورتنج فراكشن دي؟ بقوم جاي ليفت فينتريكولار اند دايستوليك دايمنشن او دايمتر، ليفت فينتريكولار اند دايستوليك دايمتر ناقص ليفت فينتريكولار اند سيستوليك دايمتر. يعني ليفت فينتريكولار اند دايستوليك دايمتر اللي هو كده، اللي هو تقريبا بيبقى 50، نقول مثلا رقم في المتوسط كده، هو بيبقى من 36 ل 56، نقول 50 عشان يبقى رقم سهل في الحساب. 50 ناقص ليفت فينتريكولار اند سيستوليك دايمتر اللي هو لما يقصر كده، لما يبقى كده يبقى كام؟ مثلا نقول 30، هو المفروض بيبقى من 20 ل 40 في المتوسط 30. تقسمهم على ايه؟ ليفت فينتريكولار اند دايستوليك دايمتر اللي هي ال 50 بتاعه اللي فوق دي، مين كان علمي؟ وتضربهم في 100 طبعا، يحسبها 50 ناقص 30 ومعانا ال 20، خلاص يبقى دي 20 على 50. مين شاطر يقول 20 على 50 في 100 بكام في المية؟ صح، 40%. طبعا انا منقي ارقام برضو، هو الطبيعي بيبقى من 28 ل 42%. بص، اقل من 28% ده هارت فيلير. فيجي يقول لك شورتنج فراكشن بيبقى اقل من كام؟ يبقى هارت فيلير اقل من 28% بالظبط. خلاص، انا طبعا منقي ارقام. بص لو انت يعني، انا عايزك تعرفها للعلم بالشيء كده، يعني اللي هو تبقى برضو ايه عندك فكره يعني. انما انا بقى اللي يهمني ايجكشن فراكشن، ويهمني حاجه ثانيه. ايه اللي يهمني؟ طبعا القسطره مالهاش دور هنا، يعني برضه هطلع تشامبر انلارجمنت ديتكت ذا كوز. انا في الهارت فيلير الطبيعي انت بتشخصه بالايكو، في كمان حاجات ثانيه ايمجنج ثانيه ممكن نحتاجها، بس بنحتاجها لو كان في كوز عامل هارت فيلير عايز احرفه، يعني في حاجات ثانيه بيبقى اهم، او في اسباب ثانيه الحاجات دي بتبقى مهمه في امراض ثانيه، انما في الهارت فيلير انا عايز الايكو. انما بقى انت وانت بتذاكر، انت تذاكر الايكو مش طبعا الباقي كله، انما تذاكر اللاب، واهم ما في اللاب هي البي ان بي، قلناها المره اللي فاتت وهقولها بالتفصيل تاني دلوقتي. لاب للجماعه اللي هو، بص يا سيدي، لازم تبقى عارفها بينه وبينك، وبتفرق قوي حتى في الشفوي او في النظري او في الكلام. لما يجي يقول لك انفستيجيشنز، هو عارف ان كل مصر هتجاوبه هتقول له ايه، ورقم واحد ايكو يا دكتور، والاجكشن فراكشن. لما انت تدخل دخله كده قول له في الاول يا دكتور في روتين انفستيجيشن. اول ما تقول روتين انفستيجيشن تلاقيه بص لك، انت طالب غير عادي في زمن غير اعتيادي،
قول يا ابني، قول له دكتور روتين انفستيجيشن، حاجات لاب. يعني مثلا ايه الروتين؟ انا كاتب حاجات كتير انت بس بص عليهم لو حاجه يعني انت تقدر تالفهم. يعني مثلا سي بي سي عشان الانيميا، ممكن واحد قاعد في الحياه دلوقتي قاعد قوي بقى قاعد انيميا، ايه علاقه الانيميا في الهارت فيلير يا راجل؟ يا راجل الانيميا كانت بيرسيبيتيت، او ممكن تزود ايه من البيرسيبيتيتنج فاكتورز، ارجع كده انيميا بالذات سي وسيفير انيميا على فكره ممكن تدخلك في هارت فيلير اصلا يعني. بس الانيميا عموما بيرسيبيتيتنج فاكتورز. طبعا ما ينفعش تبقى عيان قلب غير لازم اشوف الليبيد بروفايل. ما ينفعش يا ابني تبقى عيان قلب ولازم اشوف الايه الجلوكوز ليفل، انت واخد بالك؟ فلازم ليبيد بروفايل. الليبيد بروفايل طبعا اهم حاجه في الدنيا، اللي هو لازم اشوف ال LDL، لازم اشوف ال HDL، لازم اشوف الترايجلسرايد، انت واخد بالك؟ ساعات يعني يسالك يقول لك اول ما تقول ليبيد بروفايل يوم الدكتور على طول قايل لك طب انت ايه الليبيد بروفايل اللي انت المحببه عندك؟ يعني انت تحب عيان القلب بتاعك، ايه التارجت بتاعك؟ قول له والله يا دكتور التارجت ال LDL يبقى قليل، ما دام هو بيشتكي من حاجه في القلب او عنده ريسك فاكتورز انا عايزه يبقى اقل من 70. على الرغم ان انت لو انسان طبيعي لحد اقل من 100 كويس، بس انت عشان طبيعي، انما لو انت عندك مصيبه بقى او انت داخل في هارت فيلير او عندك ريسك فاكتورز ثانيه او انت مريض قلب، لا انا عايز اقلله قوي، يبقى اقل من كام؟ اقل من 70. ده بالنسبه لل LDL. طب ال HDL؟ لا ال HDL ده بقى اللي انا عايزه الهيلثي بقى كوليسترول، ده انا عايزه يعلى قوي، يعلى اكتر من كام؟ انا عايزه يبقى فوق ال 60، انت واخد بالك؟ فوق ال 60. بس هو غالبا العيان المصري اللي فوق ال 50 55 سنه ان انت توصله فوق ال 60 ده صعب. يعني انت عارف اللي هو ما هو برضه مش ابو تريكه يعني، عشان ده اصل الهيلثي كوليسترول من الحاجات اللي تزوده، اهم حاجه تزوده الرياضه، المشي، ان انت تمشي، انت واخد بالك؟ حتى الادويه ما بتلعبش قوي في ال HDL وبعض الاكلات، الاكل. فال HDL فوق 60، فوق ال 50 كويس جدا جدا، يعني اذا امرت ان تطاع فامر بالمستطاع، احنا فوق ال 50 55 يبقى حلو قوي. تقريبا هتلاقي في الاربعينات اصلا. ترايجلسرايد يبقى اقل من كام؟ 150. يبقى ال LDL اقل من 70، ترايجلسرايد اقل من 150، HDL يبقى فوق ال 50 55. ليفر فانكشن تيست برضو ممكن نشوفها، نطمن على كليتك وفاهمين ليه طبعا. شوف الكاردك انزيمز، لان خد بالك اهم سبب يعمل سيستوليك هارت فيلير هو الاسكيميك هارت ديزيز. فبشوف كاردك انزيمز ليه؟ ايه اللي انا رسمها دي؟ خليه في القلب، خليه في القلب لما تموت، خد بالك تموت مش تبوظ، لما تموت تقوم تطلع الانزيمات اللي جواها. انا بشوفها عشان لو لقيت الانزيمات دي عاليه اعرف ان انت الخليه ماتت. وهو الميوكاردال انفاركشن ايه غير الخليه ماتت؟ ما جايز عندك ام اي يعني. ايه الانزيمات دي؟ بنقولها بعدين بقى، انت واخد بالك؟ تروبونين بقى وسي بي كي وقصه كده. بشوف الالكترولايتس، لان خد بالك بالذات اثناء العلاج، لان كل الادويه اللي هنقولها بتبوظ، بتخلي الالكترولايتس تتنقل بستنيلا. ممكن برضو البلس اوكسيمتري، اشوف الساتوريشن بتاع الاكسجين ماشي، اشوف تي اس اتش ليفل، لان خد بالك الثايرويد ديسفانكشن كانت الثايروتوكسيسيس مثلا من الحاجات اللي كانت بتعمل هاي كاردك او بوت هارت فيلير، فممكن يبقى سبب يعني. المهم كل الكلام ده قرايه جرايد، انما انا اللي يهمني، سيبك من كل الكلام ده، دي ان بي يا جماعه. الطالب اللي بيعرف يذاكر ازاي، او الطالب اللي هو دماغه هو بيذاكر ايكو بي ان بي، خلص الكلام. شوف اللي انا قاعد اشرحه في ساعه ساعه ونص ده، انت ترجع تذاكره في سطرين بالظبط. بس برضه ما نيجي نحل ام اس كيو، هجيب لك ام اس كيوات هتلاقي مش عارفها يعني، ده طبيعي يعني. هو برضه هتلاقي في حاجات كده بتيجي يعني، برضو ايه لازم نركز فيها. وانا بقولها ضمنيا وركز معايا، يعني البي ان بي ده اكتر جزئيه في الانفستيجيشنز اوف هارت فيلير تيجي في الام اس كيو. هو ايه البي ان بي ده؟ كنا قلنا المره اللي فاتت قلبك اي حاجه بتعمل ستريتش للاتريوم او الفنتركل، ستريتش يعني الضغط يعلى قوي جوه هنا ويحصل دايليتيشن او ستريتش، يوم قلبك ينفعل، الاتريوم ينفعل يطلع حاجه اسمها ايه؟ اتريال ناتريوريتك بالتايت. طيب فسميناه ايه؟ اي ان بي. وبالمناسبه ده اول واحد اكتشفوه، يعني اول واحد اكتشفوه اتريال ناتريوريتك بالتايت. وبرغم ان هو اول واحد اكتشفوه، بس اللي اكتشفناه بعديه احسن منه بكتير. ده بيجي ويخلص بسرعه وبيبقى مستوياته قليله في الدم، انما بعد كده اكتشفنا ان الفنتركل كمان بيطلع ايه؟ بيطلع ناتريوريتك بالتايت. بس المره دي سميناه ايه بقى؟ بي، اللي هو ساعات بعض الناس يقول لك برين تايب. هو مش برين تايب، هو مش بيطلع من المخ، انما هو اي وبي، بي ان بي اللي هو بي ناتريوريتك بيبتايد، وده الفنتريكولار بيبتايد اللي بيطلع من الفنتريكل. خلاص ده بقى مهم جدا جدا جدا. خد بالك البي ان بي ده جزء كبير قوي، بينقسم ده بيبتايد، في بقى بيبتايد
في جزئين كبار جدا جدا، جزء بيشتغل وجزء تاني مساعد بس بيبقى جواه، اسمه ايه؟ اسمه ان تيرمينال برو بي ان بي. خد بالك ده اللي ادق، وهقول لك ادق ليه دلوقتي، وده المحبب اكتر. اسمه ايه تاني؟ اسمه ان تيرمينال برو بي ان بي، ده حته كده من البي ان بي، يعني بي ان بي كبيره اهو، ناخد منه حته كده سميناها ايه؟ ان تيرمينال، وده بيبقى جزء كده خامل منه، اسمه ان تيرمينال برو بي ان بي اللي هو اختصاره العالمي ده ان تي برو بي ان بي. هو ليه ده احسن؟ هما الاثنين قريبين جدا من بعض بالمناسبه، بس هو ده احسن لانه هو ادق شويه، حاجه بسيطه، بس هو قيمته الحقيقيه في ايه؟ قيمته الحقيقيه يا جماعه في المعمل، شغل معامل، ان ده ممكن يستحمل فتره كبيره قوي. يعني هنعرف ان البي ان بي ده البي ان بي يفضل مثلا كام ساعه ويبوظ، انما ده انت ممكن تفضل لحد يومين وثلاثه في فما بيبوظش بسرعه، فهو بيقول لك ستيبل اكتر. فدي من الحاجات اللي بتخليني دايما بميل او بيميلوا في المعامل الى ايه؟ ان تي برو بي ان بي. ففي الام اس كيو يجي مثلا يقول لك مثلا ان هنا كيس او ريجاردنج كونجستيف هارت فيلير، ايه اللاب ابنورماليتي مثلا اللي موجود، فانت حافظ مثلا بي ان بي، ما تلاقيش بي ان بي في الاختيارات اصلا. يعني يجي يجيب لك في الاختيارات ايه مثلا؟ لاكتيك ديهيدروجينيز مثلا، يعني يقول لك مثلا ايه اي حاجه، يقوم كاتب لك ان تي برو بي ان بي، هو ده ان تي برو بي ان بي، ده مهم جدا. المهم بقى يا سيدي، ده مهم جدا جدا جدا، قيمه الان التيرمينال برو بي ان بي، اول هقول بقى بي ان بي وانت عرفت مين الادق، يعني هما الاثنين بيستخدموا عادي، قيمته تبان في غيابه اكتر من وجوده. هو له قيمه في الاثنين طبعا، بس هو في غيابه اللي هو بيسموها جود نيجاتيف تيست. يعني ايه جود نيجاتيف تيست؟ يعني انا دلوقتي لو لقيت مثلا انا شاكك ان انت هارت فيلير، جيت لي مثلا عندك اكيوت ديسنيا مثلا، جيت لي الاي سي يو فانا قعدتك اكيوت ديسنيا. طبعا اكيوت ديسنيا بينه وبينكم سيبوكوا بقى من كلام الطب وكلام الكتب، اكيوت ديسنيا انا ههرش في دماغي كده اقول يا ترى يا واد يا ممدوح، هو انت هتموت بسبب مصيبه في التشيست ولا مصيبه في القلب؟ مصيبه في القلب ولا مصيبه في التشيست؟ خد بالك اصل العلاج ده غير العلاج ده. يعني مثلا اللي عنده اكيوت ديسنيا لو مصيبه في القلب انا ممكن ادي مورفين عادي، انما لو مصيبه في التشيست عامله لك اكيوت ديسنيا ما ينفعش مثلا اديك مورفين. يعني الموضوع يعني العلاج هنا يموت ده وده يموت ده، فعشان كده لازم اتاكد انت قلب ولا، فاشوف الايه البي ان بي. لو ما لقيتوش انه جود نيجاتيف بريدكتيف فاليو بنسبه كام؟ تخيل 90%. يعني ايه ما لقيتوش؟ يعني اقل من 100 بيكو جرام في الملي، اقل من 100 بيكو جرام في الملي، اقل من 100 يبقى على طول ايه يا جماعه؟ نيجاتيف. يبقى انت هقول له روح يا ممدوح انت مش هارت فيلير بنسبه فوق ال 90%. ما تسمعونا زغروته بقى، اصل خد بالك كلمه 90% دي في عرف الطب يعني 100%. انت واخد بالك؟ ما هو تقول لي طب ما في 10%، اقول لك بقى ده عيان نحس مالناش دعوه بيه، ده حتى لو عالجته على فكره بيخرج من المستشفى عربيه بتشيله ونخلص بقى. انما انت بتتكلم جود نيجاتيف تيست. طب هل ليه قيمه في غيابه؟ هل ليه قيمه في غيابه في وجوده؟ اصل احنا قلنا قيمته تبان في غيابه، طب في وجوده؟ اقول لك في وجوده هو ليه قيمه بس بشرط يبقى موجود باستمرار. يعني ايه موجود مش باستمرار؟ معناها باستمرار يعني يبقى عالي قوي، يعني فوق الكام؟ فوق ال 500 بيكو جرام. يعني لو كان من 100 ل 500 لا، 100 ل 500 في اسباب ثانيه كتير ممكن تعمله خلاص. وهنقول طبعا هنا في اسئله كتير ممكن تتسال، بس انا مش عايز اتوهكم، احنا عايزين اقل من 100 يبقى انت مش هارت فيلير. طب عشان يبقى هارت فيلير ممكن يبقى اكتر من كام؟ اكتر من 500 خلاص. هنا خد بالك البي ان بي، طبعا انا كاتب هنا هتلاقيني هاي فنتريك الكلام اللي انا شرحته. البي ان بي بيمتاز كمان عن الاي ان بي، ان هو طبعا انتوا عارفين الاي ان بي والبي ان بي بيعملوا ايه من المره اللي فاتت، لا اوعوا تكونوا قاعدين بتتفرجوا دلوقتي ومش عارفين اصلا الاي ان بي والبي ان بي بيعملوا ايه. ده انا المره اللي فاتت قلت لك اول قلبك اول ما يبوظ ويبدا يحصل ستريتش دايليتيشن كده والضغوط تزيد جوه في كونجيشن، سبحان الله. طب قولوا كده سبحان الله عشان حتى لو ما فهمتوش حاجه او نبقى خدنا ثواب واحنا قاعدين دلوقتي. سبحان الله، ان انت اول ما يحصل كونجيشن كده جامد وبدات تشتكي من هارت فيلير، هارت فيلير خد بالك بيعمل كونجيشن كبير قوي. قول لي هو انت لو جالك كونجيشن هتروح الصيدليه تقول له يا صيدلي انا عايز ايه عشان الكونجيشن ده يقل شويه؟ انا عايز دايوريتك، صح؟ دايوريتك يعني انزل ميه فاستريح، او انا عايز دايليتر، صح ولا غلط؟ او انا عايز حاجه تزود الرينال بلاد فلو عشان انزل الميه دي كلها.
ايه رايك ان الاي ان بي والبي ان بي يعملوا كده؟ سبحان الله، يعني انا قاعد في عمليه فجاه البي ان بي ده كان حاجه حلوه، قلت لك ده بيقف قدام الرينين سيستم، قلت لك في اتنين هيمو داينامكس بيحصلوا في عيان الهارت فيلير ورسمناهم ميزان كده، انا فاكر المره اللي فاتت قلت لك الكليه تطلع رينين لكن الحمد لله قلبك بيطلع ايه بي ان بي. انا لمصلحتي في العلاج ازود البي ان بي واقلل الايه الرينين. البي ان بي اصلا هو انتاجونست للايه للي بيعمله الرينين، يعني هو يعتبر انتيدوت او هو الانتاجونست للرينين انجيوتنسين الدستيرون سيستم. ليه بيعمل ايه؟ اولا بيزود الرينين بلاد فلو فدايوريتيك افكت وممكن دايليتو افكت، وممكن برضو ليه شويه ايه يا جماعه زي ما اشوف انا كاتب الكلمه دي انهبيتنج ذا رينين انجيوتنسين الدستيرون سيستم، دي مهمه جدا. وطبعا اسمه ناتريوريتيك انت واخد بالك، وانتي هايبرتنسيف، فعمل لك حاجات كتير قوي. البي ان بي زياده عنه كمان ان هو بيمنع الريمودلنج اوف مايوكارديوم. طبعا انا بقول بيمنع الريمودلنج وتلاقي واحد قاعد اه ماشي نعرفها حاضر، تعرف ايه يا ابني ريمودلنج دي؟ المفروض انتوا قاعدين وانا مش عارف انتوا منفعلين دلوقتي معايا ولا لا، بس كلمه ريمودلنج دي يا نهار زغريت، يعني المفروض انت قاعد دلوقتي تقوم تتحزم وترقص، ده والبي ان بي بيمنع الريمودلنج وتزغرط وانت قاعد، اخوك صغير يجي يقول لك في ايه يا ابني انت اتجننت، تقول له تعالى شوف البي ان بي بيعمل ايه، هو يبص للكلمه دي اه ده بيمنع الريمودلنج، هو كمان هيزغرط جنبك، لان ريمودلنج يعني القلب ريمودلنج يعني بيبدا يحصل فايبروزس او بيبدا عضله القلب تكبر وتبهوأ وتنفش، تبدا تموت، تبدا ايه يا جماعه تتحلل وتكون فايبروبلاست وكولاجين. المهم القصه جت انا لمصلحتي ان انا احافظ على القلب ما يبهوأش مني، ايه رايك ان البي ان بي طلع بيعمل كده؟ فدي طبعا تبقى حاجه كويسه جدا جدا جدا. انما اللي بيجي في الام اس كيو ايه بقى؟ يبقى احنا خلاص عرفنا اقل من 100 جود بريدكتيف فاليو، او اكتر من كام؟ او اكتر من 500. مين الادق؟ قلنا الان تي برو بي ان بي. لكن في الام اس كيو السؤال ده جاي، والله انا عندي احساس قوي جدا داخلي وخارجي ان السؤال ده جاي. ما هو السؤال ده لو مش جاي طب حد يفصل لي الاحساس اللي عندي دلوقتي فجاه كده وانا قاعد البي ان بي اند ان تي برو بي ان بي بيزيدوا في الهارت فيلير؟ اه. طب وانا ليه قلت لك هو يعني عشان يبقى في الهارت فيلير ليه قيمه لازم يعلى قوي؟ ليه؟ لان في حاجه تانية بتعليه على فكره. طب هو ممكن يعلى فين بقى؟ ممكن يبقى هاي في ايه كمان غير الهارت فيلير؟ اسمع بقى الجماعه كبار في السن الاولد ايج، اه في الاولد ايج ممكن يعلى عن 100، انت واخد بالك؟ في الستات الفيميل دايما يلخبطونا، يعني في الفيميل برضو ممكن يبقى عالي ليه ما حدش عارف، انت واخد بالك؟ فممكن تلاقيه عالي شويه. الجماعه اللي عندهم طبعا رينال فيلير وده مفهوم ليه كليتك باظت فهيعلى مش هينزل. برضو السبب تاني يقول لك الاترال فايبريليشن، يعني الاترال عمال يشتغل حتى لو ما فيش هارت فيلير، على فكره من الحاجات اللي ممكن تزود الايه البي ان بي. او من على طول اجيب لك سؤال، عارف اجيب لك سؤال ام اس كيو ايه؟ اقول لك all of the following بيزودوا البي ان بي except هارت فيلير. طبعا هيختار هارت فيلير اجابه ده ما لازع بيه عندنا ايه خلاص هارت فيلير، ادفانسد ايج، فيميل، اوبيستي. صح، وانت قاعد هتفضل تفكر كده مش عارف هو اكسبت ايه، اكسبت اوبيستي. الاوبيستي او الاوبيز جماعه الاوبيز عندهم البي ان بي بيبقى لور، والحته دي مهمه جدا على فكره. الجماعه التخان ليه يقال ان هو ممكن عشان الفات ميتابوليزم، يعني دهونك كتير، انت عارف جماعه التخان بيبقى دهونهم كتير كده، وعلى فكره ده ممكن يبقى سبب، هتصدقوا ممكن يبقى سبب جه في دماغي دلوقتي ليه الستات بيبقى عندهم، لا ده الستات بيبقى عندهم عادي، لا 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 السبب جه في دماغي وغلط تفسير خاطئ اللي هو فجأة مش عارف ليه، يعني قلت الستات يبقى ممكن افتكرت، لا 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 ده خيال ده. انما البي ان بي هو بيبقى لور في الجماعه الاوبيز. خلاص ليه؟ ممكن عشان فات ميتابوليزم وكده. الكلمه دي مهمه جدا على فكره، تعرف ليه مهمه؟ اولا ممكن تيجي في الام اس كيو اول اوف ذا فولوينج بيزود البي ان بي اكسبت ايه قلنا اوبيز، لكن ممكن تبقى مناقشه ثانيه لو فيك واحد فيلسوف النهارده. طبعا دلوقتي كلكم هتروحوا تذاكروا فتقوم جاي كده فاتح كتاب وقعد تذاكر الحته دي، فجاه كده هتقوم سارح وباصص في السقف كده تقول يا يعني انا ممكن لو انت عيان هارت فيلير فعلا لكونك اوبيز، اسمع بقى، الاقي البي ان بي ما يعلاش قوي، يبقى عندك سيفير مانيفستيشنز اوف هارت فيلير. عشان كده يا جماعه الجماعه اللي عندهم هارت فيلير التخان ما تلاقيش الايه البي ان بي عالي قوي. عارف يا ابني معنى انك تلاقيه عالي قوي؟ شوف انا كاتب اوبيز بيشنت اه ديو تو هيفات ميتابوليزم، انت واخد بالك؟ بيبقى المهم عارف هاويفر البي ان بي والان تي برو بي ان بي ممكن يبقوا عاليين قوي،
بس عارف لو عالي قوي في عيان هارت فيلير معناها ايه؟ يعني انت المفروض الكونيكا تخين ما يعلاش قوي. طب لو لقيته عالي قوي، اول حاجه انت لازم تلطم كده، او مش تلطم بقى، تقوم رايح في العيان اللي عنده هارت فيلير التخين ده، تقوم واخده في حضنك كده عشان دموعك تنزل ورا ظهره، يقوم ما يشوفهاش، يقول لك في ايه يا دكتور؟ قول له الله يخرب بيتك، بتاعتك البي ان بي عالي قوي. يقول لك طب ما انا خدت في البطنه البي ان بي، ايوه بيعلى لان انا عندي هارت فيلير يعني. قول له بس انت تخين يا ابني، المفروض ما يعلاش قوي. معنى انه طلع قوي، انه عالي قوي كده، دي من الحاجات المهمه جدا. ليه؟ شوف، يبقى البي ام اي ممكن يعلى اهو، بس معنى كده ان الهارت فيلير عندك جامد قوي، اللي هو شوف increased cardiac burden in these individuals، يعني اللي هو الهارت فيلير وصل لدرجه حرجه جدا بقى. عشان كده كنا بناخده في حضنك كده عشان دموعك تنزل ورا ظهره، يقوم ما يشوفهاش. شوف هنا بيقول لك ال NT Pro BNP ادق، لان شوف ممكن يقعد اتنين، مش ادق، هو بيقعد 72 ساعه، فشغل معامل هو احسن من التاني، التاني بيقعد 4 ساعات بس. فيعني فعشان كده في الام اس كيو ساعات بتلاقي ده NT Pro هو البي ان بي جزء منه يعني. كده خلصنا الانفستيجيشنز كويس جدا جدا جدا. طب انا بقى بعد الهيصه دي كلها هتعمل ايه بقى؟ انت هترجع تذاكر بس دي اهي اهي، ارجع اهي ان وان وورد، ان وان وورد ايكو وبي ان بي. بس البي ان بي افتكر الحاجات دي اللي هي ايه، بيطلع من الفنتركل بيعمل ايه، ايه الحاجات اللي بيعلى فيها البي ان بي، الحاجات اللي ما بيعلاش اللي هي اهمها ايه، الاوبيز. خد بالك السؤال ده لازم يجي ولازم يتسال، ولازم انت نفسك تساله نفسك كتير جدا جدا. تبقى عارف في الاكس راي برضو كيرلي بي لاينز، الاي سي جي استبل وتشرب ميته، الاسطره ملهاش قيمه عندي، الحاجات اللاب يعني قرايه، انما هو البي ان بي دي مهمه جدا. وبكده يا اولاد يبقى احنا وصلنا للتريتمنت اوف هارت فيلير.